انا اللي اطلع المنشد، فانصفنا في هالمجال وهالموضوع تحديدا. ولا تحطها بيني وبينه، خلها بين المنشد والشاعر ما نعرف ابد. انا اشوف ان الشاعر صاحب النص. ايه يعني من المنطق اني انا اللي جايب النص، سواء حتى مع الاغاني يعني ولا مع النصوص الاخرى. ايه الاساس قائم على النص، انا جايب النص. حلو. تبعيات كلها بعد النص، المنشد والشاعر واللحن. انا اشوف ان الشاعر والمنشد اللي بحاجة الشاعر، والله لا يحوج احد لحد. اكيد، بس الحين المنشد هو يطلعها بصوته. اذا كان الشاعر فوق بالقصيده دي وتسع ما فوق فيها، ففكرتنا من يطلعها؟ لا، هذه تعود الى الشهره والانتشار. الشهره والانتشار بيعود الفضل للمنشد. طيب من البدايه هذا كنت اتناقش مع شعراء. لا، انا اعطيك من الاصل ان الحاجه الشاعر المنشد حاجه الشاعر، بس في الانتشار لا، اذا المنشد اللي وصل النص مثلا، النص اللي هو 4 سنوات 5 سنوات عندي بس محدوديه اللي يعرفونه، وجاء منشد وشاله وغناه ونعرف يعني عند شريحات، ولا الفضل للمنشد هو اللي وصل النص. يا مرحبا ومسهلا. يا هلا ومرحبا زميلنا الغالي. كل ما يتاخر يجيب لنا سعد. يجيب لنا ابن منيع العرجاني. جايبني اغراض الشوي. هلا مرحبا، هلا عزرم قام. يا مرحبا ومسهلا. ضيفنا سعد الحارثي. سعد طيب. طيبين مع الجو. شلونك؟ شلون؟ سعد طيب. طال مال خير. يا مرحبا ومسهلا. الله يبقيك يا راعي. مرحبا. يا مرحبا يا ابو سالم. شلون انت ويا اغراضك اللي وصلتني بها يا ولد؟ سوق تجيبها. انت ما همك حق ولا ما همك الا كيف تاخذ. سنع فقرتك وخليك بعدين. ايه. طبعا اليوم ضيفنا سعد الحارثي. نعم والله. معلك جو. شاعرنا ايضا. ابو منيع يعني هو من ايام البرنامج كان معنا. يلا حيه. يا بجود. يا مرحبا ومسهلا. الله يبقيك. شرفتنا. شرف لنا يا حبيبي. مرحبا بك. الله يحييك. الله لا يهينك يا سلمان في عرسك ان شاء الله. كنت حاضر يا اخي، لا تنكبني يا اخي، دائما ابو النكبات اسمع. يا مرحبا يا ابو سم. يزيد صراحة، شوف أنت تقول المنشد والشاعر، شوف بقول لك حاجة، أنا يمكن لا أملك صوت جميل صح، لكن أروح عند استوديو يخلي صوتي جميل جدا. ترى في ناس من المنشدين واجد ما عندهم أصوات، لو تسمع صوته زين بالطبيعة يا رجل ما ينسمع زين، يروح يضبطه بالاستوديو ويضبط الحركات ويضبط. أنا الحين مثلا شاعر زين، أبجي وبجيب النص، أنا أبي ألحنه من كيفي زين، وأروح أقوله باستديو وخلاص يطلع صوتي حلو. صارت صح ولا لا؟ الحين بالوقت الحالي والله العظيم الآن صار المهم هو بالصوت، صار المهم هو اللحن. إذا أنت ضبطت اللحن الصوت مالك منها. أيوة ليش أحنا نقرأ على الاستديو؟ يا أخوي يا كثر الناس اللي تبيع الحال، اروح اشتري لي لحن واضبط صوتي وخلاص واطلع منشد، بس شكل يزيد يزعل لا. لانه منشد. لا انا ما ازعل، انا ما ازعل. عاد المنشد يزيد لو تبي يغني لايف غنى لايف يعني. ما شاء الله تبارك الرحمن، في ناس والله العظيم تقول له غن لايف، والله ما اقدر. ليه ما تقدر؟ والله صوتي تعذر بصوته، والله تعبان، والله ما شاء الله في ناس يعني من دون الاستوديو من دون شيء مثل يزيد تبارك الرحمن. طول لي عمرك، بس دائما يعني ما ينجح. اي بس انت فزتوا بالفلوس صراحه، انت المنشدين خذيت الفلوس وخليتونا الشعار، ما غير نزين لكم القصيد تاخذون الفلوس. طيب زينوا كثروا القصيد ونجيكم على طول. ويشترط علامة يا اخي سريع ابو منيع. ولا لا يا سعد؟ لا والله ويشترط. احنا اليوم فتحنا موضوع المنشدين اللي احنا اللي فصدورنا مطول، فصدورنا مبطي. ايه لكن على قولتهم انتم اذا كثرت فلوسكم جيناكم. ها؟
اذا كثرت فلوس ما كنت خليتها اكثر احنا ما عين شيء هذا شغلنا اللي تكثر فلوسكم انت. نرجع لسعد نبي نسمع شيء سعد نبي نسمع اللي انا قبل شوي وانا جاي سمعت مقطع في اخر القصيده هو والعاد سمعتها كامله اللي هي يمكن تقول لطاح من عيني ابن عمي لطاح ابن عمي من الضيم ياتيني